الغردك رئيس تعاونية العية فالإنتاج كسكس سداسي مدعم بالكينوا أو الإنتاج جميع الأحجام كسكس خماسي ثلاثي كسكسة الروز الشعير بالكينوا يعني جميع الأحجام عندنا الكسكسو احنا التعاونية تأسسنا يوم 5 في شهر 7 2017 بدينا الإنتاج حديث يوم تقريبا شهر 6 بدينا الإنتاج واحد الفترة وجيزة الحمد لله اقتصحنا السوق الحمد لله عاد عندنا سمعة وعاد عندنا إقبال بالكينوا. طبعا هذه الفكرة احنا ما كانت فكرتنا. كسكس سداسي هو يتكون من 6 حبوب اللي هو كيما قلت لكم القمح اللين الشعير السميدة الكينوا الذرة الشعير هذه من جميع المكونات اللي احنا نستعملوها في نعم كان طيبوه عادي كيف كسكس كان يفتلوه بعد منين يفتلوه يفوروه كان يخطوه عنده مرحلة ثانية من برام بعد من برام كان دوزوه لساعتين بعد ما يبرد من هذاك الأفار ديالو بعد منين يبرد كان دوزوه لمرحلة السيشوار بعد منين يتحمص كنخلوه واحد 48 ساعة حتى يبرد بعد منين يبرد كندوزوه لمرحلة الامبالاج وهو التغربيل ديالو على عدة مراحل رقيق متوسط غليظ يعني جميع الأحجام من بعد كنبالوه إن شاء الله. نعم كانت الفكرة جات لصديقتي أنا كنت رافضة هاي الفكرة كنت نقول لك ما عندي فكرة عنه ولكن كانت اللي هي أمينة المال الأنصاري ضده كانت هي الفكرة فكرتها كانت قالت لي نديرو كسكسو قلت لها أنا بحالاش ليه نديرو كسكسو بحالاش يعني قالت لي راها جميع التعاونيات دايرين كسكسو خلينا احنا نجربو. المهم أنا أخذت الفكرة ديالها بعين الاعتبار وكنا الحمد لله فعلا كنا جلسنا في يعني في مقر عادي جد عادي كنخدمو فعلا عشوائي كنفتلوه ننشروه عادي يعني ما كان عندنا سيشوار ما كان عندنا يعني اللي هي الماتريال اللي هو مأهل وما كان عندنا امبلاج كنا كنشرو الميكا عادية أو كنمشو للحانوت هو اللي كيزلنا كسكس ونبيعو وفي هذه اللحظة احنا شفنا الزبون عاد طلب علينا وهنا تيها طاحت لنا الفكرة عندنا نتوجهوا لإدارة لافونداسيون مؤسسة فوز بكرة وكنا طلبنا منهم دعم وكانوا ما تردوا عنا. المرأة عندنا المرأة الصحراوية طموحة